ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الجمعة 21 أكتوبر تشرين الأول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل3 سبتمبر. عندك سعادة داخلية واضحة جدا، انت النهاردة متفق مع نفسك بشكل واضح، واثق جدا من نفسك، وهتظهر سلام داخلي واضح جدا. كل اللي انت مفعم بحيوية وحماس ده هيبقى ليه نتيجة هدوءك اللي بيعتبر خارجي، هيشعر كل الأشخاص اللي حواليك بالراحة في وجودك. ثقتك وسعادتك بالحياة هتعني ان كل زملائك كل أصدقائك بيثقوا فيك، بيطلبوا منك دايما النصيحة. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل13 سبتمبر. انت النهاردة تعتبر من غير حظ، مش هيبدو ان الحاجات بتمشي بصورة كويسة معاك، هيبقى عندك مشكلة في التركيز بشكل واضح خاصة على المهمات اليومية اللي عندك. على الرغم من صعوبة تحفيز نفسك، بنصحك انك ما تخفضش رأسك في يأس، حتى لو قمت بأفضل ما عندك هتحصل النهاردة على كتير من النجاحات حتى لو كانت محدودة، إلا انك لازم تتوقع كتير في اليوم ده. لما تبقى بتستعيد هدوءك وبتبقى أكتر ثقة هتتحسن كل أمورك اليوم. بالنسبة لك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية التالتة مواليد 14 سبتمبر ل22 سبتمبر. عندك تعاون حلو جدا النهاردة، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية جدا على غير العادة، لازم تستغل كل ده علشان تعرف تسيطر على الأمور وتنجح في الشغل وخارجه. حتى في حياتك الشخصية هينتج نظرات عنها دافية جدا للأمور وفيها كتير من الفوائد، هيقدرك كل الناس وهيعملوك النهاردة بمودة، هتفكر في انك تعيد كتير من الأمور لمجراها الطبيعي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج العذراء، بيشجعنا على رغبتنا في اننا نساعد ونفرز ونحلل وننظم لغاية ما نركز على التفاصيل، ونميل اننا نركز اكتر على الاجزاء اللي بيكون منها كل حاجة. القمر ده خاص جدا، ذكي جدا، مفيد جدا، هيشجعنا وهيشجع رغباتنا في اننا نتعلم اكتر ونكتسب مهارات فيها تفوق كبير جدا في شغلنا. هندي اهتمام خاص جدا للصحة ومساعدة لكل الأشخاص اللي حوالينا. هيلفت العبور ده رغبتنا في اننا نبقى حابين اننا نشفى ونصلح كل المشاكل اللي حوالينا.